امتى بنحسها وامتى بنستشعر ان الشخص اللي قدامي ده شخص كاريزمي؟ بلاش الشخص اللي قدامي، انا كشخص، تمام، حضرتك كشخص. في بعض الصفات وبعض الحركات بلغة الجسد وخاصة بطريقة الكلام، ايوه، وطريقة الإلقاء، البادي لانجوج بقى، والبادي لانجوج، ومصداقيتك في الكلام، وطريقة تعاملاتك وعلاقاتك، وقدرتك على التأثير، وقدرتك على تفنيد بعض الأفكار الإبداعية الجديدة خارج الصندوق، ودي بيتميز بيها قوي الشخص الكاريزمي. بالمناسبة thinking out box أو تفكير خارج الصندوق، دايما اتكلمت فيها في حتة ازاي نخلق جيلا قادرا على التفكير خارج الصندوق، وده هيخلق بقى وزراء، وهيخلق طبعا سفراء، وهيخلق لنا يعني قيادات في كل مجال، مش كده ولا ايه؟ التفكير الإبداعي والتفكير خارج الصندوق ده عايز حلقات، صحيح، وعايز صولات وجولات، لأن في مبادئ للتفكير الإبداعي، ولكن هي طبعا هي أحد صفات القائد الكاريزمي، وأحد صفات الشخصيات الكاريزمية. صحيح. الشيء الثاني المهم برضو لازم نعرف ان الكاريزما، او نعرف كويس قوي ان الكاريزما مبنيه على حاجات مهمه جدا، زي قوه الشخصيه. ايوه، تقدر تميز الكاريزمي بقوه شخصيته، قدرته على التاثير في الاخرين. ايوه، قادر انه يقول لا، عنده القدره على انه يقول لا، عنده القدره على انه يتعامل مع الشخصيات باسلوب خارج الصندوق. تمام. دائما تجده يبتسم مع الاخرين، مستمع ومنصت جيد، عنده فن الحوار وفن الكلام. وفن الكلام لا يعني استخدام الألفاظ المنمقة والكلمات الرنانة. أيوة. فن الكلام هو حسن الإنصات. إذا يعني تحدث أنصت إليه. بالضبط، هو ده. أيوة. فن الكلام حتى تمام. تفهم، ليس كبعض الناس بيحب يتكلم خلاص يعني. لا، هو بينصت عشان يمسك حاجة معينة أو يمسك ثغرة فيك. لا، اللي بينصت لازم يفهم عشان يبقى عنده قوة الحجة وقوة الرد. صحيح. الشيء الثاني والأهم، في أنماط وفي أنواع للكاريزما. الكاريزما مش اسم رنان وخلاص. احنا بنستخدم عموما كلمة كاريزما في حياتنا. ده فلان عنده كاريزما. عنده كاريزما. ده فلان أصلا ده عنده كاريزما. طب هل أنت تعرف الكلمة دي أنواع الكاريزما رايحة في مكانها ولا لأ؟ بالظبط. ولا بتقولها خلاص؟ لازم نعلم شيء مهم جدا، إن الكاريزما فطرية من الأساس. طب هل احنا ممكن نقدر نتعلمها؟ نقدر نصنع شخص كاريزمي؟ تمام. نعم، نستطيع أن نجعل من الشخص شخصا كاريزميا. تمام. في بعض أنواع الكاريزما، في نوع زي كاريزما النجم، شخصية معينة مشهورة، هنقول مثلا زي سيلفستر ستالوني، زي أرنولد شوارزنيجر مثلا، زي توم كروز. الشخصيات دي لبست الكاريزما في بسبب الشهرة بتاعتها. أيوة. شهرته كفنان، بالزبط، كممثل، تمام، بقى اصبح عنده قدره على التاثير في المشاهدين. الحاجه الاهم من ده، طيب الشخص ده لو ما كانش اصلا نجم، هو ده السؤال بقى نساله، طب ده كان هيبقى كاريزمي؟ لا، دي اسمها كاريزما النجم. النجم النجوميه هي اللي بتصنع كاريزمتك. صحيح. في كاريزما تانية اسمها كاريزما الزعيم. ايوه، زي الرئيس جمال عبد الناصر، زي المهاتما غاندي، زي مارجريت تاتشر، صحيح، زي هتلر. طب الناس ايه الفرق ما بين دي وبين دي؟ زي سيدنا عمر بن الخطاب، زي سيدنا عمر بن الخطاب مثلا، عمر بن عبد العزيز، ولكن هناك علي بن ابي طالب. الصحابه كان فيهم قيادات بالمناسبه دايما. بالظبط. بس ساعات بعض الناس بتلجا للايه؟ للغرب. يعني ساعات بحس ان احنا بنميل شويه للغرب، رغم ان هم لما بيرن شو على المستوى العالمي، يتكلم عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بيرن شو مثلا على سبيل المثال. بالظبط. فيعني المستوى التاريخي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والانبياء والرسل والاولياء. أيوه. الله الصالحين. مزبوط. بس انا اقصد ان كاريزما الزعيم هي كاريزما الفكره.